اللايف كوتش سامح الجندي، عايز اعرف من حضرتك يعني ايه اصلا لايف كوتشنج. طيب الاول عشان نفسر لايف كوتشنج لازم نعرف هو ايه اهميه التدريب، والتدريب بيعمل ايه في حياتنا، وليه نتدرب. انا ما باجي اسالك بقول لك انت عامل ايه يا استاذ محمد، بتقول لي انا عامل ايه في المستوى الشخصي ولا المستوى المهني او المستوى العملي. طيب ده معناها ان انت بتروح تتدرب في العملي، في العمل بتاعك. لو انت مخرج النهارده بتروح تتدرب على المونتاج، بتروح تتدرب لو انت عايز تعمل ديزاينر بتتدرب على الفوتوشوب، فبتتدرب في الجزء اللي انت خاص بيه في عملك. طب اخبارنا ايه بقى في الشخصي؟ خليني اقول لك ان انت لو في الشخصي مش متدرب، فانت النهارده مهما اتدربت في العملي فانت عمال تحرض في البحر. لا ليه؟ لان احنا النهارده كل واحد فينا بيبقى عنده عجله حياه. عجله حياتك دي لو مش كامله وانت متدرب فيها مع لايف كوتش، فانت النهارده عندك مشكله، المشكله دي هتاثر عليك في حياتك العمليه. اذا فاحنا عندنا من التدريب نوعين، نوع اللي هو البيرسونالي كوتشنج واللايف كوتشنج اللي هو الشخصي، والنوع الثاني اللي هو الكارير اللي هو خاص بالمهني. فانت لازم كل اسره يكون ليها لايف كوتش مش بس كده، ويكون ليه كمان بيرسونالي كوتش اللي هو بيدربه على المستوى الشخصي. روح بعد كده بقى خد التدريب اللي انت عايزه في المجال العملي تنجح، لكن عندك مشكله في المجال الشخصي وفي تدريبك ازاي تعيش الحياه، فانت النهارده هتبقى عايش للحياه مش عايش الحياه. فرق كبير بين اللي عايش للحياه واللي عايش الحياه. كلنا عايشين في الحياه، ولكن اللي عايش للحياه فهو عامل مؤثر، الحياه عماله تاثر فيه تشيله وتحطه. اللي عايش الحياه هو اللي اتدرب وخد تدريبات تقدر تاهله ازاي يعيش الحياه فيبقى مؤثر ونجح فيها. تمام. هل اي حد يعني ينفع او يصلح انه يحصل على لايف كوتشنج؟ انه ياخد تدريب، التدريبات دي من سن 12 سنه لغايه اخر يوم. ليه 12؟ تبقى خلاص بدات تدرك، بدات تفهم، فبالتالي هي تصلح لكل الاعمار لكل الفئات. ليه؟ لان هي تدريب حياه، حياة فيها كل الأنماط وفيها كل حاجة أنت المفروض تتدرب عليها، وبالتالي التدريب يصلح لكل شخص. مش بس يصلح، ده التدريب يجب ولازم يكون لكل شخص. قلت لي من شوية إن في فرق كبير بين اللي عايش الحياة واللي عايش للحياة. تمام. يعني ممكن مثال يوضح لنا الفرق ده أكتر؟ طيب دي عجلة حياة كل إنسان. اللايف ويل قال لك عجلة حياة كل إنسان هي بتنقسم لست محاور: الروحاني، العائلي، المهني، المالي، الصحي، الانفعالي. انت هنا الشخص اللي عايش الحياة عجلة حياته كده، الشخص اللي عايش للحياة عجلته جوه مكسرة تمشي بالعافية. إذن فأنت المفروض أن أنت المحاور دي توصل لكده. طب تدريب الحياة بيعمل معاك إيه بقى؟ تدريب الحياة بيوصلك للمراحل دي، بيخلي عجلتك كده فتعيش الحياة ما تعيش في الحياة.